لأن الدستور من أهم نتائج الثورات في تاريخ أي بلد باعتباره أبو القوانين، ولأن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها المعاصر بعد ثورة 25 يناير أقامت دار الكتب والوثائق القومية مؤتمرا لتناول الثورة والدستور في التاريخ المصري الحديث والمعاصر. دستور تراعى فيه كل مستويات الحياة في مصر، الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وعدم التركيز على جانب واحد فقط وإهمال الآخر، وأن يمثل فيه كل المصريين، وأن يرضي جميع طبقات وأطياف الشعب المصري، وأن يكون فاتحة خير لحياة ديمقراطية ولحرية ولمزيد من التعبير عن الرأي، وتجربة الديمقراطية أن تستمر. أعتقد يعني مع اليومين السابقين اجتمع أو الخلاصة كانت في هذه الجلسة، وهي أن مصر يقظة وأنها مصممة والأزهر معها على استكمال أهداف الثورة واستعادة روحها الدائمة، لأن الثورة في نظرنا والأزهر يذكر الأمة، الأزهر مهد الوسطية، يذكرها بأن الثورة حالة تغيير مجتمعي كامل وليس تغيير نظام فقط. هو التوصيات عموما يعني اتكتبت قبل كده في الاقتراحات اللي قدمت للأمانة العامة لمجلسي الشعب والشورى، أنك بتتكلم على الدستور قائم على المواطنة والمساواة وعدم التمييز، دستور يقيد من سلطات الحاكم، دستور يقيد من قدرته على تعديل مواده في أي لحظة لأغراضه، دستور يعكس أن مصر دولة متنوعة ومتعددة، دستور يقر بالحق في المعرفة كحق من الحقوق الجديدة، دستور للمصريين ودستور لبكرة، ودستور لا تكتبه أغلبية، دستور يكتبوا كافة ألوان الطيف في مصر. كل هؤلاء وطنيون وكلهم يريدون أن يصلوا إلى طريق صحيحة في مفارق طرق الآن يصعب التكهن بما سيكون في اليوم القادم فيها. يعني هل كنت تتوقع أن يتقدم لرئاسة الجمهورية أكثر من 400 شخص؟ يعني هذا لا يحدث في أي، لكن الحياة الديمقراطية جديدة وستحتاج وقت حتى تعدل من مسارها وتأخذ طريقا صحيحا، والحراك الاجتماعي نفسه يحتاج إلى وقت كثير، ومثلما يحدث الفساد في أوقات ويكرس لثقافة السوء والفساد وما إلى ذلك، الإصلاح أيضا يحتاج لوقت آخر طويل حتى يستطيع أن تنهض مصر من خلاله. إن اللحظة تبدو مناسبة تماما لعقد مؤتمر يلبي احتياجات الوطن والمواطنين ويناقش التجارب التاريخية لعلاقة الدستور مع الثورة في مصر مقارنة بغيرها من البلدان، وليقف على متطلبات اللحظة التاريخية المهمة التي تمر بها البلاد.